خلف برامج الاقتصاد الاخضر التي يتغنى بها المغرب بيئه ملوثه وهواء قاتل احدث تقرير لمنظمه السلام الاخضر الدوليه المعروفه اختصارا بغرين بيس كشف المسطور حينما صنف المغرب كاكبر ملوث في القاره السمراء المنظمه ابرزت ان المغرب مصدر رئيسي لانبعاثات ثاني اكسيد الكبريت في افريقيا عبر اعتماده على اساليب بدائيه في انتاج الطاقه حيث تساهم محطات الفحم في الجرف الاصفر والمحمديه والقنيطره شمال البلاد في انبعاثات الكربون الاسود والمركبات العضويه المتطايره طاقة سوداء ساهمت في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنسبة 54% حيث يتسبب القطاع الصناعي في المملكة ب53% من الانبعاثات مقابل 35% من الغبار و12% لحركية المرور تفاقم تلوث الهواء في المغرب تحول وفق ما أورده تقرير جرين بيس إلى قاتل صامت يودي بحياة خمسة ألاف ومئة شخص سنويا إضافة إلى عشرات الألاف من المصابين بأمراض ضيق التنفس والربو المنظمة غير الحكومية كشفت أن التأزم البيئي يكبد البلاد خسائر تعادل 1.1 مليار دولار سنوياً أي ما يوازي واحداً بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ما سمته جرين بيس بفشل السلطات في تحقيق الأهداف المناخية ووسط غياب كلي لمعايير قانونية خاصة في محطات إنتاج الفحم وهو ما يرفع مستويات الهواء السام في البلد والقارة الإفريقية بشكل عام